تشاهدون في هذا العدد من جلسة ونسا. حبهم لمجال التصميم والفاشن فاق الحدود، داروا تحدي في نفسه باش نعرفوا من هو الأفضل. نستضيفهم معنا اليوم ونعرفوا أكثر. بروميير إبيزود بدات بالشوك ديريكتومون، كنت في الخطر. كي دخلت البرنامج لقيت بلي ليميسيون البا سوغ لا كرياتيفيتي فيمينين. خلاتني نخلي يعني المرأة الجزائرية تكون امرأة أنيقة ومعاصرة. برنامج يهتم بالموضة والفاشن لأول مرة في الجزائر. 12 شاب وشابات نفسوا على مدار شهرين ونص. شكون زعما تقولوا الفائز فيهم؟ مجموعة من المصممين الجزائريين رافقوهم، وكان في كل مرة حكم منهم يقدر توفقوا في التحكيم. بوكو دو ديتاي اللي خلوك تاخذ اون ديسيزيون رابيدمون. حاجة مش سهلة، كنت خايف لا في نتاع كي بدينا ناجيسري، قلت واقيلا نحبس ما نديرهاش. جلسة ونسى نهار 3 29 تاع العشية على شروق تيفي.